الحيطة. مرحبا بكم مشاهدين قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من شتوكا ايتوها. كما كتشوفوا معنا كنا غاديين في الطريق وحنا نتصادفوا بواحد مطرح من النفايات، مطرح النفايات هذا كيرجع لجامعة إميم قورن. جامعة إميم قورن بشتوكا ايتوها كما كتشوفوا روائح كريهة، دخان كثيف والساكنة كاينة هنا، يعني ضروري ما تصل لهم الريحة كما شفتوا الدخان فين كيوصل، يعني روائح كريهة في عز أزمة كورونا. يعني هاد الناس اللي ساكنين هنا يكونوا كيشمو يوميا يوميا، هاد الروائح كتنبعث من هاد المطرح هذا. إذن كنتمناو من السلطات والمسؤولين المكلفين في التراب ديال الجماعات إميم قورن أن تشوف دير شي حل آخر. يعني إخوان واحد الريحة ما نقدرش نستحملها، نحاول نبعد واحد شوية. كما كتشوفوا الاخوان يتم حرق النفايات في داخل ديال الصريضه. كما قلنا لكم قبيلة هذا مطرح ديال النفايات ديال جماعه إميم قورن. يعني كارثة طبيعية. دايما كنتمناو من المسؤولين يحاولوا يصلحوا هذه الكارثة البيئية هذه. كما كنشوفوا الدخان فين واصل، قاعد كنشوفو الدخان ديال هاد المطرح هذا. يعني مطرح ديال الأزبال كيبقاو يشعلو فيه العافية، كيبقى داكشي كيتراكم هنا. مرحبا خويا ولادي انس. نعاود نشرح ليك، هذا مطرح النفايات ديال جماعه إميم قورن. مطرح النفايات يعني من العشيه للعشيه كيصعلوا فيها العافيه كما كتشوفوا. وهذا الشيء كيضر بصحه الساكنه اللي ساكنين هنا مزوره لهذا المطرح هذا. في عز أزمة كورونا يعني الناس اللي ساكنين هنا واش ما كيتشكاوش، واش ما كتوصلهمش الريحة؟ داكشي اللي كيبان لي انا ان الدخان تقريبا يعني واصل من مسافة كبيرة جدا، يعني كارثة بيئية. ايوا بصح
كتشوفوا يعني جبال ديال الأزبال المحروقة. يعني هاد المطرح هذا بدون مراقبة بدون أي شيء يعني يقدر يشعلوا العافية، هنا يكون البرد يبطل الغابة هنا تشعل فيه العافية حتى هي، يعني هذا السبب يقدر يشعل العافية في هاد الغابة المزورة للمطرح، يعني كتشكل خطر، خطر كبير. ما نقدرش نقرب الإخوان بزاف لأن الريحة خنزة بزاف كتيرة مجهدة. هادشي بمطرح ديال جماعة إمام قرن بشتوكاي تبعها. يعني كما كتشوفوا الجهه الاخرى ما بقاش كتبان كاع تقريبا كثر الدخان كيطلع من هذا المطرح ده. يعني كنتمنوا من المسؤولين ديال الشتوكه اي تباها، الناس المكلفين بجماعه يمين قرن الشتوكه اي تباها، يعني لقاو شي حل اخر لهاد النفايات هادو اللي كيتراكمو هنا وكيتحرقو. يعني هادي راه كارثة بيئية غتسبب اضرار حتى للسكان المجاورين لهاد المطرح هذا، وايضا كيشوه السمعة ديال هاد المنطقة، هادي الصورة ديال هاد المنطقة، لأنه جعل الطريق مباشرة. يعني كما كتشوفو مطرح ديال الأزبال، الطريق كيتدي للتفراوت، التفراوت و السوس بصفة عامة.